عشان نبقى صريح معاك، انت في كل ماتشات افريقيا في الكونفدراليه ممكن ما مرتش بالظروف او ما لعبتش الفرق اللي عندهم جمهور يعني انت النهارده حسيت ان انت في اجواء كونفدراليه بحق وحقيقي. المباراه النهائيه انا على فكره ما بتكلمش على ماتشات الزمالك، انا بكلمك عامه في البطوله كانت احسن فرق الزمالك ونهضه بركان واتحاد العاصمه الجزائري، هم دول افضل ثلاث فرق لان يمكن ابو سليم اللي لعبته من غير جمهور بالظبط، ولعبته في ملعب مش ملعبه بالظبط بالظبط، يعني كل البطوله انت من غير جمهور باستثناء ماتش دريم اللي هو اللي قبل النهائي، فممكن دي كانت عامل من عوامل اللي انت عارف اللي انت مش محضر او انا مثلا مش عارف اللي هيبقى ايه الجمهور او الوضع أجواء. ايه، خاصه اللي فيه لعيبه كتير اول مره تلعب نهائي. يعني انا في التشكيل الاساسي مثلا انا شايف زيزو اللي كان مثلا موجود، سيف الجزيري مثلا وزيزو وعمر جابر فتوح حمزه والباقي ممكن ما لعبش قبل كده نهائيات مع الزمالك، يعني دونجا ما لعبش نهائيات مع الزمالك في افريقيا، حسام عواد عواد انت فاهم، لا عواد ممكن يكون لاعب، لا لا لاعب يعني ممكن اربع خمس، شحاته ما لعبش، فسامسونج ما لعبش، ففي برضو بعض اللعيبه اللي ممكن اول مره بالنسبه لها الحدث اما شافوا الحدث. احمد حمدي فممكن دي اللي كانت عامله شويه، عارف اللي احنا يعني في زي حاجه كده حصلت مفاجاه، خدوا وقت على ما خدوا وقت عقبال ما دخلوا المباراه.